trago y una cerveza también. Aumenta el 6, falta el 6. ¿Eh? Falta el 6. Falta el 6. قبل ان تكمل قبل ان تستفسر عندي كلمه او شيء نسيته ما يشتغل هذا لا يشتغل هناك شيء اريد ان اقوله عندي لم اشير اليه وهو ان لهذا البرنامج شهاده ستمنح من اداره المعهد لانكم قد حضرتم هذا البرنامج لمده كذا من الساعات في تخصص او في تعزيز كفاءة المعلمين في تعليم اللغة للناطقين بين غيرها وستحصلون بإذن الله على شهادات معتمدة من معهد البخاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وبعد أيها الجمع الكريم مشارك الدورة التدريبية الثانية لتعزيز كفاءة المعلمين لقد تمت هذه الدورة في اليوم الثالث من أيام الدورة واستفدنا أشياء كثيرة تهمنا نحن كمعلم العربية كنا من قبل جهلنا بها والآن فهمناها ولم ينتهي الأمر إلى هذا الحد ولكننا مطالبون أن نسعى بعد هذا إلى التطبيق ليظهر أثر طيب بل أثر كبير في أبنائنا الطلبة مما حصلنا ومما حصلنا من فوائد في هذه الدورة فبهذا ننشئ بيئة متحدثة عربية بالعربية أيها الجمع الكريم أقرأ لكم في ختام هذه الدورة ترتيب البرامج أولا كلمة يعطيها فضيلة مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد فارس عصف الدين ثم بعد ذلك نستمع إلى الكلمة سيلقيها فضيلة الدكتور محمد ابن سعد بن عبد الكريم الشوائي ثم الترتيب الأخير هو تسليم الدرع التذكاري فأيها الجمع الكريم نستمع الآن إلى كلمة يلقيها فضيلة مدير معهد الإمام البخاري الأستاذ الفاضل الأستاذ أحمد فايز عاصم الدين حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في هذه المناسبة نشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد نعمة الإسلام والإيمان ونعمة اللغة العربية التي بها نفهم القرآن والسنة والتي بدونها لن نفهم أو قد نفهم ولكن على غير وجه الصحيح ونشكر الله على نعمة هذه الدورة التدريبية الثانية في تعزيز كفاءة مدرس اللغة العربية بمعهد الإمام البخاري وقد تدربوا وأخذوا فوائد جمة في طرق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها وإن كانت مدة الدورة قصيرة جدا ولكن سهولة الأسلوب في الإلقاء من قبل فضيلة الدكتور محمد بن سعيد محمد بن سعد الشاوي حفظه الله كذلك خبرته في طرق التدريس يجعل المتدربين والمتدربات يتمتعون بأخذ هذه الفوائد أكثر مما توقعوا ومما توقعنا وبقي بعد ذلك التطبيع العملي في من تلك الفوائد التي
استنوها في الميدان الواقعي الحقيقي مع الطلاب. وأبشروا أيها المتقربين والمتقربات أن المعهد فتح لكم الفرصة الواسعة لتطبيق ما قد أخذتموه من خلال هذه الفترة القصيرة مما قد بينه فضيلة الدكتور محمد سعد الشاوي حفظه الله. وأنا باسم المعهد أقول بأنكم إذا تحتاجون إلى الأجهزة كما قال أخونا الأستاذ الدين للمعهد ميزانية إن شاء الله، وأنتم تكتبون يعني ما تريدون من ما تحتاجون إليه. فكذلك نشكر فضيلة الدكتور على ما قدمه من علوم وخبرة في تربية اللغة العربية، ونسأل الله أن يجعل ذلك منه ميزان حسناته، والله ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر كذلك الإخوة المتقربين والمتقربات على مشاركتهم الفعالة لهذه الدورة، ونرجو أن تكونوا على همة عالية في تطبيق ذلك مع الطلاب. كما نشكر الإخوة القائمين بتنفيذ هذه الدورة، فنقول جزاكم الله خير الجزاء على ما بذلتم من الجهود المباركة في سبيل إنجاح هذه الدورة، وقد نجحت بفضل الله ومنته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأخيرا نختم هذه الدورة ونحن على يقين لأنها لم تكن لآخر مرة، وإنما إن شاء الله ستتكرر وتستمر مع فضيلة الدكتور محمد بن سعد ابن عبد الكريم الشاوي، ولعل فضيلته يستجيب لذلك إن شاء الله. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب مني كلمة وأنا قد ألقيته ما عندي من كلام، فلم يبقى عندي شيء أقوله إلا أن أرحب بأستاذنا وزميلنا الدكتور عبد الرحمن الشدي، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام، والأستاذ السابق في جامعة في معهد العلوم الإسلامية. مرحبا به معنا مشاركا ومؤيدا و زائرا لنا في هذا المعهد. شكرا لإدارة المعهد على ما قدمته لنا في تسهيل هذا البرنامج وفي الاعتناء بالمتدربين. وإن شاء الله كما اتفقت مع الأستاذ عبد الرحمن بأن البرنامج القادم سيكون ابتدائيا، البرنامج الأول للمدرسين الذين لم يحصلوا على التدريب من قبل والمدرسات. وأيضا نحبب أن يشترك معنا متدربون أيضا من داخل من خارج المعهد، فليكن للمعهد النصف والنصف الآخر للمتدربين ومتدربات من معاهد أخرى ليستفيدوا معنا أو يشتركوا معنا في الفائدة. هذا ما أحببت أن أقوله. وختاما أشكر الجميع تعاونهم وتفاعلهم وأسألهم التوفيق والسداد. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم. في البدايه احمد الله عز وجل على ان يسر هذا اللقاء واللقاء في الفضيلة مدير المعهد والأساتذة، ولقاء يقينا ابتداء
الدكتور محمد بن سعد الشوال، وأشكر إدارة المعهد على الاهتمام بهذه البرامج التدريبية التي فيها فائدة للأساتذة وأيضا فيها فائدة للطلاب. وأهيب بإدارة المعهد أن تستمر في اختراع الدورات التدريبية في جميع التخصصات اللغة العربية وفي التربية الإسلامية وفي غيرها حتى يستفيد الأساتذة. وأيضا أشكر الدكتور محمد جزاه الله خير على جهوده المعروفة والمشهورة جزاه الله خير في تدريب الأساتذة على تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، حتى يستطيع الأساتذة أن يدرسوا اللغة العربية على الوجه الصحيح. وإن شاء الله يكون لكم لقاء آخر بالدكتور محمد بن نوال، فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم وله ولنا التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نختم البرنامج.